أهم كلمة في قاموس حياتها إنها ما بتخافش من أي حاجة، جريئة جدا، شجاعة جدا، يمكن لدرجة التهور. عندها اختيارات صح واختيارات غلط. الجميل في الموضوع إنها عارفة الصح من الغلط وما بتقوحش. أهم شخص في حياتها كان والدتها، تعلمت منها كل القيم وكل المبادئ اللي عايشة عليها لغاية دلوقتي. اعترافات تانية هنعرفها من النجمة سمية الخشاب في الوش التاني. هي هدية مني في الصيف لكل واحد حرك يا ولها يعني كله تك تك تك، مكرونة بالبشاميل وستيك، هأكله بط وهأكله محشي. محمد منير. الله، ده يبقى مفتاح جميل جدا. ده مفتاح سليمان شعبان عبد الرحيم. انط على ترامبولين وارفع ايدي لفوق كاني نطة في الهواء. كان تحدي، هو تحدي وانا تحديت التحدي ده. يوم كان نقطة تحول في حياتك؟ لما بدأت اكون ممثلة، اول ما بدأت اني اكون ممثلة. يوم عملت فيه أحلى مشهد تمثيل؟ أكيد في مسلسل رايا وسكينة. سبتك السودة يا سكينة. يوم عيد ميلادك بتحتفلي بيه؟ عمري ما احتفلت بيوم عيد ميلادي وأنا صغيرة. بدأت بقى بعد الثانوية العامة أكبر وكده، ما بقوش يعملوا لي بقى عيد ميلاد. مين أول حد بيقولك كل سنة وأنت طيبة في اليوم ده؟ كانت ماما الله يرحمها أول واحدة تقولي، بس دلوقتي بقى أصحابي وأخويا وقرايبي ولاد أخويا كده بيقولي كل سنة طيبة. لما بيجي عليكي يوم عيد الأم؟ لا صعب قوي، يوم صعب يعني. صعب. إيه أغلى قيمة اتعلمتيها من والدتك الله يرحمها؟ حاجات كتير قوي، حاجات كتير اتعلمتها منها. الصبر، الثقة بالنفس، الحفاظ على النفس، اني اكون استريت في حياتي وواضحة، واني اكون حقيقية، ما اخافش من حد وما اخافش من حاجة، اكون دايما جريئة، اواجه كل مشاكلي ما هربش منها. لا، دروس كتير قوي ماما علمتها لي. ايه الدعوة اللي كانت دايما بتقولها لك او النصيحة؟ الدعوة اللي انا فاكراها، ربنا ما يجعلك تدي ما تاخدي، يعني ما تاخديش ما تحتاجيش لحد. يعني دي كانت دعوة أساسا بتاعتها، ويفتح لك كل أبواب المتقفلة. زعلانة إن الأيام ما ادتكيش الفرصة إنك تكوني أم؟ لا خالص، عمري ما زعلت، بالعكس. أنا بحس إن ربنا رحمني، لأن يعني مسؤولية كبيرة جدا، وجع قلب تربية الأولاد دي حاجة صعبة قوي 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 قوي، صعبة. وبعد كده بيكبروا، هاي دادي باي دادي، خلاص ما بيش. ناس كتير بتشتكي من ده على فكرة، يقول لك لما الولاد بيكبروا خلاص يعني تعبنا وعملنا لهم وشقينا عشانهم، وفي النهاية ما بيسألوش علينا. فدي بقت منتشرة قوي، وده بيوجع قوي. يكون الأم والأب ضحوا بعمرهم وبحياتهم عشان يعملوا مستقبل لأولادهم، ويخافوا عليهم ويكبروا ويعالجوا ويعلموا ويهلكوا ويعجزوا عشان أولادهم يكبروا بكويسين، ولما يكبروا مجهودهم راح على الفاضي. فالحمد لله الذي عافاني. يا ترى سمية الخشاب من النوع اللي بينسى وما بيسامحش؟ لا، بسامح وبنسى، وبنام بالليل وانا مش شايله من حد خالص. انا قلبي ابيض قوي، وممكن اتعصب بعد 5 دقايق لاني بضحك وبنسى كل حاجه. يوم بكيتي فيه من قلبك وتتمني تنسيه؟ طبعا لما والدتي توفت. اكيد قرار خطأ ارتكبتيه في حق نفسك ومش عايزه تفتكريه. اختياراتي كانت في فتره معينه من حياتي يعني ما كانتش كويسه، بس ما ندمتش، لانه بشوف انها اقدار. يعني ربنا بيكتب حاجات بنمر بيها عشان تدينا دروس نتعلم منها. اكتر يوم حسيتي فيه بالخوف في حياتك؟ اتهمت الخوف مش موجوده عندي اساسا، يعني انا دايما جريئه بطبعي، وما حته الخوف دي ما بتبقاش موجوده يعني. هل في يوم فكرتي تروحي لطبيب نفسي؟ لا، عمري في حياتي، لانه انا بشوف انه الطبيب النفسي هو ربنا سبحانه وتعالى، هو اللي بيعالج وهو اللي بيداوي، ولما بنلجأ له لما نكون محتاجين له اكيد مش هيتخلى عننا. لانه الطبيب النفسي مع احترامي هو شخص زيه، ممكن يكون عنده اعباء وضغوط اكتر مني، فما مش هبقى واثقه قوي انه، غير انه ممكن ينصحني كانسان زيي، لكن اللي هيخرجني هو صلتي بربنا سبحانه وتعالى، هو قوه ايماني، هو قوه ارادتي، هو حبي للحياة وتمسكي بيها، وإيماني أنه في أمل دايماً وأنه بكرة أحلى من امبارح. فده يخليني أقف على رجلي تاني وأبص لقدام وما بصش على الورق وما زعلش. هزايمك ولا انتصاراتك؟ لا، انتصاراتي. انتصاراتي لأني ما عنديش يأس، اليأس مش موجود في حياتي. وفكرة أن أنا ضعيفة وما أقدرش، دي مش في قاموس حياتي برضو. أنا مؤمنة أن إحنا بشر ربنا مدينا قدرات قوية جدا، نقدر نعمل أي حاجة في الدنيا، بس بإرادتنا. لما تبقى عندنا إرادة قوية وإيمان قوي نقدر نحقق أي حاجة. بتحسي إنك محتاجة تاخدي سمية في حضنك؟ أنا طول الوقت محتاجة أخد سمية خشب في حضني طول الوقت. بتزعليها؟ ساعات بزعلها لما أظلمها، لما أخليها تيجي على نفسها عشان حد ما يستاهلش.
بتصالحيها ازاي؟ بصالحها بطبطب كده عليها، ما تزعليش يا سوسو. مين بيحب التاني اكتر، انتي ولا الوحده؟ ما احبش الوحده ولا هي بتحبني. عندي اصدقاء كتير مالين عليا حياتي، وحواليا ناس كتير بيحبوني، وعندي اهل وعيله كبيره بيحبوني جدا ودايما بيدعموني، فما بحسش بالوحده الحقيقه. اصعب قرار خدتيه وندمتي عليه ونفسك تنسيه؟ انا عمري ما خدت قرار وندمت عليه، لانه حتى لو حسيت اني ما بعد القرار ده انا ما كسبتش وخسرت، ما بندمش، بتعلم من اخطائي. بس كلمه لو او يا ريت او يا ريتني ما كنت عملت دي مش في قاموسي، لان لو من الشيطان. يعني انه فكره ان ارجع للماضي مش موجوده عندي، دايما ببص لقدام، لو رجعت لورا هتكعبل. عبد الرحمن الابنودي، اطلق عليكي لقب شيخة العرب، كان ايه اللقب اللي كنت تحبي يتقال عليك؟ مفيش لقب احلى من كده. يعني الله يرحمه الابنودي لما قال لي انت شيخة العرب، قلت له يا استاذ ده لقب جامد قوي انا مش قده. قال لي انا خلاص لقبتك اللقب ده، انتهينا. يوم وجهت فيه دعوه عشاء لثلاث مشاهير رحلوا عن الدنيا، ممكن يكونوا مين؟ طبعا الراحله العظيمه فاتن حمامه. هتعزميها على العشاء هتاكليها ايه؟ مكرونه بالبشاميل وستيك وحمام. مين تاني هتعزميه؟ رشدي أباظة. هتأكليه ايه؟ رشدي أباظة لو عزمته هأكله بط وهأكله محشي. ومين كمان؟ تحية كاريوكا. هتأكليها ايه؟ تحية كاريوكا فول وطعمية وبصارة. بمناسبة رشدي أباظة، لو كنت بطلة فيلم من أفلامه كان ممكن يبقى فيلم ايه؟ يا ده في افلام كتير قوي جميله لرشدي أباظة، الواحد يفتكر ايه ولا ايه ولا ايه. انت قول لي وانا اختار. انا شايفك في فيلم اللي هو ايه؟ الزوجه 13. يا لهوي. الزوجه 13 ده كان من اجمل الافلام بصراحه. يعني لو جه يوم وانطلب منك تختاري حد من الموجودين في ساحه الغنى دلوقتي عشان تعملي معاه ديو، هيكون مين؟ محمد منير. الكينج يعني انا بحبه جدا وبحب صوته، بحس ان هو صوت مصر يعني في الرجاله. طب لو في يوم لقيتي مفتاح سحري ممكن يحقق لك شيء واحد بس، الشيء ده ممكن يكون ايه؟ الله، ده يبقى مفتاح جميل جدا، ده مفتاح سليمان، الراحه النفسيه. لو كنت اله موسيقيه مين الشخص اللي تحبي يعزف عليه؟ عمر خيرت. لو كنت بيانو. لو صحيتي من النوم ولقيتي كل الجرايد والمجلات والمواقع بتتكلم عنك هتعملي ايه؟ يا ولها. طب لو صحيتي في يوم ولقيتي نفسك انتي مش انتي، ممكن تكوني مين؟ شعبان عبد الرحيم. ايه سر العلاقة اللي بينك وبين النادي الاهلي؟ بحب اللون الاحمر قوي، عشان كده في علاقة متينة بيني وبين النادي الاهلي. طب رونالدو وكريستيانو له مكانة كبيرة في قلبك مش كده؟ طبعا كريستيانو رونالدو يعني اسم كبير جدا وناجح، وهو مثال بالنسبة لي للعزيمة وللنجاح وللمثابرة ولل عنده طموح طول الوقت، ما بيتعبش ما بيكلش، هو عايز يبقى دايما رقم واحد فبقى رقم واحد. ومحمد صلاح؟ محمد صلاح بقى المصري الأصيل بتاعنا ده الجميل. يعني محمد صلاح هو رمز للشاب المصري الشاطر اللي قرر ان هو يبقى عالمي فبقى عالمي. ليه اخترتي اغنية اركب على الموجة عشان ترجعي بيها بعد غياب طويل؟ مش غياب طويل ولا حاجة، هي سنة ونص بس. يعني انا شوية في الغنى مقلة، لكن اركب على الموجة كانت اغنية صيفية دمها خفيف كلامها لذيذ، حبوها الولاد وحبوها الناس، لانه السنة دي احنا بنمر بظروف قاسية جدا. حسيتي بايه بعد المشاهدات العالية اللي عملتها الغنوة دي في فترة قليلة جدا؟ الحمد لله المشاهدات العالية جدا اللي عملتها الأغنية حسستني ان انا اخترت حاجة صح في وقت صح، الناس حبتها وحست بيها وتفاعلوا معاها، عشان كانوا محتاجين حاجة دمها خفيف في عز الحر وفي عز الصيف. قلتي انك رفضتي تستعيني بأي دوبليرة في الكليب ده، وخصوصا مشهد الترامبولين. لا الترامبولين عشان كنت بنط نطات، المخرج إبرام نشأت طلب مني فإحنا بنعمل كروما انط على الترامبولين وارفع ايدي لفوق كأني نطة في الهواء، فهم بعد كده بيفصلوها وبيركبوها على البحر وكده المشاهد دي، فقعدت 6 ساعات انط على الترامبولين وده كان صعب، فطبعا ركبي اتدمرت. ما هو بنصور يوم كامل بنعمل مشاهد بلبس مختلف، كل لبس له نفس النطه. مين اللي ممكن يكون صوت مصر، شيرين ولا انغام؟ هو الناس اللي تقول مين صوت مصر، مش احنا اللي نقول مين صوت مصر. انغام بنت مصر وشيرين بنت مصر، والاثنين اصواتهم جميله وانا بحبهم هما الاثنين قوي. كل واحده لها لون مختلف عن الثاني، فحلو ان يبقى عندنا 2 ولا 3 ولا 10 بيقولوا بيتلقبوا بصوت مصر، عشان مصر ولاده
مصر ممكن فيها كتير قوي 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 نقدر نقول عليهم صوت مصر، بس مغمورين، اتمنى يطلعوا للنور. بقيتي ترند لما رقصت البرنامج على لحن اغنيه ايه اليوم الحلو ده، ولبستي كمان طرحه عروسه. انا ما ببقاش ترند بمزاجي، ببقى ترند من غير ما اتعمد اكون ترند يعني. لكن تصرفاتي عفويه، فلما يجي مذيع في برنامج يقول لي انا بتحداكي ان انت ترقصي على اغنيه الاكس بتاعك، فاقول له ماشي، لا عادي مفيش مشكله، لاني متصالحه مع نفسي ما عنديش مشاكل. فكان تحدي، هو تحدي وانا تحديت التحدي ده. لو هتحطي عنوان لايام سميه الخشاب هيبقى ايه؟ ايامي كانت ايام وما زالت ايام. منك يا ايام.